لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الثانية الفولار دائما؟ ما هو سبب ولعها بوضعه على رأسها لدرجة أن في قصرها خزانة كبرى للفولارات والأوشحة؟ هل لهذا الأمر سبب ديني عقائدي، خاصة وأن الأمر منتشر في العائلة المالكة، أم أن العادة سبب آخر؟ عن هذه الأسئلة أعزائي سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. لكن قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ظهرت الملكة إليزابيث مرارا وتكرارا وهي تضع الحجاب أو الفولار على رأسها، وعادة ما ترتديه الملكة خلال ممارستها للرياضة وركوب الخيل. دأبت على ذلك منذ كانت ملكة شابة، وظهر أفراد آخرون من العائلة المالكة يرتدون الفولار. فما هو سبب ذلك؟ الحقيقة فإن الملكة إليزابيث موهوبة جدا منذ صغرها في تنسيق ملابسها، وتعتني جدا بما تضعه على رأسها، فنادرا جدا ما ترى بدون غطاء للرأس، ولذلك فإنها إما ترتدي القبعة أو التاج أو الفولار. وبما أنها أثناء ممارسة الرياضة أو ركوب الخيل لا تستطيع أن تضع قبعة مرصعة أو تاجا باهر، فإنها تضع دائما فولارها. وسبب ذلك بكل بساطة أنها وجدت بأنه عملي أكثر من القبعة والتاج. وهذا سبب ارتداء الملكة للفولار في كل أنشطتها العملية، إلا أن ذلك لا ينفي ولع هذه الملكة الكبير بالفولارات، فيقال بأنها تمتلك مئات الأوشحة والتي تحتفظ بها في خزانة كبيرة في غرفتها. كل هذه الأوشحة هي من الحرير الخالص، وتتميز باختلاف كبير وبرسوم مختلفة وإبداعية. كما تعرف الملكة إليزابيث بتفضيلها لماركة هيرمس الفرنسية فيما يخص الأحجبة أو الأوشحة التي ترتديها على رأسها. وبالتالي أعزائي، فإن وضع الملكة للفولار ليس سوى شكل من أشكال الأكسسوارات التي لا تستغني عنها هذه الملكة. نتمنى أن نكون هكذا قد أجبناكم على هذه الأسئلة، ونتمنى بأن يكون هذا الفيديو قد أفادكم. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، وإلى اللقاء.